النشاط ديالنا كيندرج في إطار واحد مجموعة ديال الأنشطة اللي نظمها واللي غينظمها الفريق البحث في تحليل الخطاب. هذا نشاط كبير لأنه ندوة دولية مشاركين فيها خبراء وأساتذة جامعيين سواء من داخل المغرب ومن خارجه. كيحضرها وتشرفنا بالحضور ديال السيد رئيس جامعة سلطان مولي سليمان، ثم السيد مدير التعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ثم مدير المناهج. فكما كتشوفوا كان حضور وازن، وكان الجمع ما بين ما هو تعليم مدرسي ما هو تعليم عالي. نحضر اليوم في هذه الندوة الدولية الهامة التي تنظمها كلية الآداب بابن ملال جامعة السلطان مولاي سليمان حول النموذج البيداغوجي، وهو موضوع مهم جدا تم التطرق له بشكل صريح منذ اعتماد الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار. علاقة الأكاديمية والجامعة هي علاقة مسترسلة باعتبار تكامل الأدوار في تثمين الرأسمال البشري المتمثل في التلاميذ والطلبة. اليوم عندنا علاقة وظيفية مهمة خاصة من خلال الأكاديمية مع المدرسة العليا للتربية والتكوين التي تم إحداثها منذ 2018، والتي تكون الطلبة في مجال المهن التربية والتكوين، ونراهن على هذا التنسيق من أجل خلق تكامل ما بين التعليم يعني في قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، وأيضا استثمار الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة بين القطاعين من أجل نتائج أفضل في إطار تثمين الرأسمال البشري.